احمد، نعم. كيف السكينج معك؟ اصعب رياضه جربتها في حياتي. اصعب رياضه يعني شيء مو طبيعي. الشكل غير، الشكل تشوفهم نازلين ويمين يسار، طلع الموضوع لا. لو انت فنان، انت فنان فتشكل الناس كلها يعني. لا بس عشان تشوفوا دائما ننزل انه شوفوا حلو اجواء، لكن الحقيقه المره كان لازم اصورك اني طحت 4 مرات 5 مرات. انتوا يمكن شفتوني بعرف اتزلج شوي، بس شوفوا حقيقه التزلج لما حدا هلا مبلش. شوفوا. لا ولك بريك ولك صار واقع 7 مرات من هناك. لا هيك لازم الواحد عشان يتعلم لازم يضل يوقع بالبداية، ومن لا يقع لا يتعلم. كيف بس؟ لا أبدا. أشوف يلا 1 2 3. أيوة وحش أساعدك. لا أوه وقفت لحالك. درس اليوم كيف تطيح وكيف توقف. واه برافو عليك. آن الأوان، الآن سنثبت أننا الأمهر في السباق بعزمنا الصامها. لن تصدقوا ماذا حدث يا جماعة اليوم. تشوفوا غريب صار الموقف. رحنا على محل سكي على أساس بدنا نعمل سكي، وأول ما وصلنا اكتشفنا أنه فلوسنا الروسية خالصة، وفي روسيا مصيبة حاليا تغيير الفلوس لأنه ما حدا بأخذ دولار، بالإضافة إلى أنه البنوك كلها مسكرة لـ8/1. فقلنا 3 أيام يعني عم بنعاني عشان نقدر